أصبح الآن يخاف على أولاده خوف الجنون، فالشوارع أصبحت غابات، وأصدقاء السوء لا يقصرون، والهواتف أكملت على البقية الباقية. والحل من وجهة نظري، أول ما أوصيك به أن تكثر من الصلاة بالليل من أجل ولدك، كما كان يفعل سعيد بن المسيب رحمه الله عندما كان يقول لولده: يا بني والله إني لأصلي في الليل من أجلك. ثانيا، أكثر من الخبيئات حتى ولو قلت بنية صلاح الولد. أم سيدنا الحسن البصري كانت بتقول له: أتدري يا حسن لما أنت حسن؟ فقال: لما يا أمة؟ فقالت: والله يا بني ما ألقمتك ثدي إلا وأنا على وضوء. رابعا، أدعو لهم، أكثر من الدعاء لهم بنية الصلاح. أخيرا أخي الحبيب، استودعه الله عز وجل في كل الأوقات، استودعه وهو خارج من البيت، وهو عائد من البيت، وهو نائم، وهو يقظان، استودعه الله عز وجل في جميع أحواله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. أخي الحبيب، احفظ أولادك بالصالحات يحفظهم الله لك حتى الموت.